كلمة معاك يا أحمد المجدي بالغيظ في أمير عبد الحليم. ضيعتوني. يلا. لا مفيش طبعا، أنا كنا بنتكلم على فرقة كينيا هجوميا. هم عندهم حاجتين مهمين جدا لأن ناخد بالك، ثلاث حاجات. أول حاجة الكرة الثابتة. نعم. عندهم اثنين رقم اثنين ورقم خمسة بيطلعوا كويس جدا جدا في الكرة الثابتة ودايما بتلعب على القريبة. نعم. وضيعوا منها فرص كتير جدا كانوا بيتكلموا في التحليل. تاني حاجة بيشوطوا من أي اتجاه، من أي حتة، ممكن من بعد نص ملعب شوية لو الدنيا مقفولة عندهم، ما عندهمش اللي هو تدوير الكورة وإن هم ياخدوا وقت والكلام ده كله، بيشوطوا من أي اتجاه. تالت حاجة لو سبت لهم مساحات هيتعبوك. زي ماتش مصر وكينيا اللي في عندنا في ارضنا، مساحات كبيره جدا جدا. نعم. جدا تعبونا، واكتر فرص عملتها كينيا تقريبا في المجموعه كلها كانت قدام مصر. فانا يعني الثلاث حاجات دول كنا بنتكلم عليهم سريعا قبل ما ننهي الحلقه. يعني لو وصلنا للنهائيات وهنوصل باذن الله نقدر ننافس على الاخر. مش بعيد، عندك جيل كويس ومحترف. مش بعيد. مين اللي ممكن يبقى منافس لينا؟ عندك جنوب افريقيا فرقه تقيله. عندك المغرب. 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 تونس فرقة محترمة. الجزائر فرقة محترمة جدا جدا. في فرق كتيرة في افريقيا دلوقتي. مين منافس؟ هو انا استبعد جنوب افريقيا لان جنوب افريقيا اصلا ممكن ما تصعدش. ماشي. السودان النهارده عملت نتيجة فبنبارك لهم. بس يعني اعتقد ان ما فيش دلوقتي اقوى من السنغال والجزائر، بعدهم بتيجي نيجيريا. والمغرب يعني لا؟ المغرب عندهم مشكله في التيم ككل، يعني عندهم عناصر مميزه، لما بتيجي تشوف ادائهم كتيم بيبقى هنا المشكله. زي ما شفنا في كاس الامم الافريقيه الاخيره. لكن طبعا بالاسماء اللي عندهم وبوحيد حلوليزيتش ما تستبعدهمش خالص. حازم امام اول ما لم الورق كده يفرح قوي لانه بيكون زهق من الاستوديو، بس انا بلم الورق وانا زعلان جدا، لان فعلا هقول لكم شكرا جزيلا. نورتنا يا امير. شكرا يا كابتن شبيب. نورتنا يا ابو حميد. كابتن مصر. نجمين امير عبد الحليم واحمد مجدي دايما بيمتعونا. شكرا ليكم.